وهذا هو الدور اللي أسند لشركة جبين اللي أنشئت في 1435 وأعيد توظيفها لتقوم بهذا الدور، ويعني تصبح بمثابة شركة قابضة يندرج تحت مظلتها العديد من الشركات اللي تتولى القطاعات المختلفة في الهيئة الملكية، سواء كان هذا قطاع التطوير العقاري، سواء كان قطاع الخدمات الصناعية أو تقنية المعلومات، بالإضافة للصحة، التعليم وغيرها. وأيضا تخدم القطاع الخاص من خلال مشاركته في فرص استثمارية في التشغيل والصيانة والتطوير في مدن الهيئة الملكية، وأيضا تقديم خدمات يعني مشتركة للمنشآت الصناعية القائمة وأيضا المستقبلية في مدن الهيئة الملكية، خاصة يعني المنشآت المتوسطة والصغيرة اللي عادة ما يكون لها القدرة على إنشاء خدمات خاصة بها.